ثم في آخر الزمان إذا كثرت الفتن يعود الإسلام غريبا، ولا يتمسك به إلا أفراد من الناس. اللي تسمون بالإسلام كثير، ولكن اللي تمسكون بالإسلام الصحيح قليل، غرباء ينظرون لهم الناس نظر استغراب، يقولون هذولا متشددة، هؤلاء فيهم، هؤلاء تكفيريين، هؤلاء إلى آخره، ينظرون لهم نظرة استغراب. لكن ما يضرهم إذا تمسكوا بدينهم. نعم، لا تصير شاذ عندك أفكار منحرفة، لا، لا تصير أيضا مخرب، ولا تصير أيضا إرهابي تقتل بغير حق. هذا ما هو الإسلام، هذا ما هو الإسلام، أنك تخرب، أنك إرهابي، هذا ما هو من الإسلام. أنك تكفيري تكفر الناس بغير حق، لا، ما هو بهذا الإسلام. الإسلام دين صحيح، له أصول، له قواعد، لازم تعلمها، تعرف، ما تأخذ الإسلام بالتقليد ولا بقول فلان وقول فلان، تأخذ من الكتاب والسنة، وذلك بالتعلم، ما هو بالقراءة أنك تقرأ على نفسك، لا، تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. فالمتدينون كثيرون، ولكن اللي يتمسكون بالدين الصحيح قليل، انتبهوا لهذا.